عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. نشكر كل حبايبنا اللي متابعينا على القناة بتاعتنا او على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. النهاردة نعمل طريقة حلوة جميلة لورق العنب. انا عارف ناس كتير قوي بتحب ورق العنب وناس كتير قوي بتعمله بطريقة جميلة، بس النهاردة هعمل لكم بطريقة مختلفة شوية. النهاردة هنستخدم فيه لحمة جوه، مش جوه الحشوة نفسها بس في الارضية بتاعته بطريقة حلوة خالص. عندي هنا مقدار بصلتين كبار، يعني البصلتين تقريبا عاملين 400 جرام، بصلتين كبار، وقرن فلفل حراق. اللي مش حابب يحطه ماشي، اللي حابب يحط اللي هو العادي ماشي، بس لازم يكون متقطع بالطريقه الحلوه دي كده، خشن ما يكونش ناعم قوي. اهو انا مقطعه على ايدي مش على الكبه عشان ما يعملش ميه. وهبدا معاكم على طول. اول حاجه في المحشي هنسوي البصل، يلا بينا. انا هنا بستخدم زيت الزيتون، اللي حابب يستخدم ده مقدار 3 معالق، اللي حابب يستخدم سمنه زبده او زيت مع سمنه زي ما تحبوا انتوا مفيش اي مشكله، بس ده الطريقه حلوه خالص بالنسبه لي كده. هنزل بيهم وهوصل بيهم لدرجه ان هما ميبقاش لونهم اصفر، يعني بعد اللون الاصفر بشويه ميبقاش لونه بني. هوريكي دلوقتي هوصل بيه ازاي بالشكل الجميل ده كده. كده وصلنا للون الجميل بتاع البصله بالشكل الحلو ده كده، لا هو غامق قوي ولا هو فاتح قوي، شكله حلو كده ممتاز. عندي هنا دي انا بفضلها دايما عشان كنت بعملها مع شيف لبناني لما كنت شغال في دبي سنه 96، دي معلقه كزبره ناشفه اللي هي الصغيره، تقلبوها كده تدوها نص دقيقه كده بالشكل الجميل ده، بس تاخد ريحه مع البصل وقرن الفلفل اللي احنا حطيناه بالشكل الحلو ده كده دقيقه بالظبط كده. خد دقيقه، ريحه الكزبره بتعمل شغل جامد قوي مع البصله، تبقى ريحته جامده جدا بالشكل الحلو ده كده. وعندنا هنا الصلصة الطماطم، ده كيلو طماطم انا ما ببقاش طحنه على الاخر وما بحطلوش اي ميه بالشكل الجميل ده كده، كيلو طماطم احمر مرمل بالشكل الحلو ده كده، وما بحطلوش اي ميه اضافيه عشان يطلع معايا بالشكل ده، وما تنعموش قوي لان المحشي ما بيحبش اللي هي الحاجات اللي هي مطحونه على الاخر زي البصل وزي الحاجات دي. بنسيبه كده لمدة دقيقة كاملة بالشكل الجميل ده كده، انا قلبته الاول اهو، واسيبه كده يسبك مع نفسي، او عشان ابقى مطمن اكتر هعمله كده لمدة دقيقة دقيقة ونص بالشكل الحلو ده كده. كده انا سبته دقيقة ونص بالشكل الحلو ده كده، شايفين دقيقة ونص دقيقتين على حسب كل نار تشتغلوا عليها. اهي ما فيهاش ميه خالص بالشكل الحلو ده كده، كله اتسبك في بعضيه. عندي هنا بقى البهارات بتاعتي البسيطة الجميلة دي، اختياري حاجتين فيهم اختياري، ده شطة حمراء اللي حابب ياكل يعني يحطها، دي بتطعم الأكل بتديله طعم حلو خالص، المعلقة الصغيرة. وعندي هنا معلقة كاري، اللي ما عندوش الكاري ممكن ياخد سن الكركم صغيرة، كركم يعني على طرف المعلقة كده، إن الكاري ده فيه كركم وفيه بعض البهارات التانية، فأنا بستغل الكاري بيدي طعم حلو خالص. دي معلقة كمون نفس المعلقه، ودي معلقه ملح اهو. ونديله تقليبه حلوه كده اهو بالشكل الحلو ده كده، هو بيشرب بسرعه التوابل بتاعته عشان اتسبكت الصلصه اهو. عندي هنا حاجه في بعض الناس ما بتحبهاش في الاكله دي، بس انا بحبها عشان اتعلمتها من شيف لبناني لما كنت شغال معاه في دبي. دي نعناع، ورقتين نعناع مش مزود كتير، حاجه بسيطه قوي، بقطعهم من غير العرق ده كده وبنعمهم جامد، حطيتهم في قلب الخضرة بتاعتي اللي هي واحدة كزبرة واحدة بقدونس واحدة شبت، مقطع كله ببعضيه اهو، الحزم اللي هي المتوسطة بالشكل ده كده. طبعا انا بغسله الاول وبعدين اسيبه ينشف خالص من المية، واقطعه على ايدي مش في الكبة، ان لو قطعته في الكبة هيعمل مية وفي نفس الوقت هيغمق لكم المحشي بالطريقة دي كده، يديكم محشي حلو وما يبينش ان الحاجة غامقة قوي في طريقة المحشي بتاعك اللي هتعملوه في البيت. دي خلطة ممكن تستخدموها في كذا نوع محشي، انا هطفي عليه بالشكل ده كده خلاص اهو، مش هشغل النار تاني. وعندي هنا كيلو رز، ملحوظة حلوة خالص الرز، طبعا الرز المصري اللي يعلى عليه في موضوع المحشي ده، انا بغسله في اقل من دقيقة، يعني ما بخلوش في المية، اغسله بسرعة بسرعة واسيبه يتنشب بسرعة عشان ما يتنقعش وما يشربش منه مية اهو بالشكل الحلو ده كده. خد له بس غسلة بسيطة جدا وصفى وقلبناه، انا طفيت ناري اقلبه تقليبه حلوه، شايفين الخلطه عامله ازاي، حاجه حلوه خالص.
دي تستغلوها لكل انواع المحاشي، بتبقى حاجة يعني في منتهى الروعة وطعمها جميل جدا بالشكل الجميل كده. احنا خلصنا الحشوة بتاعتنا، نخش على اللي بعد كده. ده كده خلطتنا جاهزة اهي بالشكل الحلو ده كده، اللي حابب يزود صلصة عن كده ماشي، بس هي كده ممتازة حتى ما فيهاش مية، شايفين حاجة حلوة خالص مش سايسة ولا حاجة بالشكل الجميل ده كده. عندي هنا ورق العنب، انا بجيب بصراحة البطرمان الازاز اللي هو نص كيلو، عندي اتنين. بالاول بغسله، اول ما اطلعه من البطرمان، اول ما اطلعه من البطرمان بتاعي بغسله وهو في ايدي كده، وبعدين بجيب حاجه فيها ميه، مش بحط خل ولا حاجه عشان هو بيبقى فيه ماده حافظ اصلا، مش هضيف عليه حاجه تانية. بغسله واحطه في الميه زي كده شايفين اهو بالشكل الحلو ده كده، وباخد ورقه ورقه. الورقه دي دايما بيبقى ليها وش وظهر، الوش دايما يبقى من جوه كده اهو، والظهر بتاعه اللي هو بيلمع يبقى من بره عشان هنلف بيه. انا دايما بفرش على البنك بتاعي اللي بشتغل عليه عشان انا مولف على شغل المطعم، بفرش الكميه كلها قدامي، بجيب حاجه زي كده اهو كده، يعني كل ورقه بتختلف عن التانية، لو ورقه كبيره بديها شويه اهو بالشكل الجميل ده كده. انا بفرش كل الكميه اللي عندي، بس انا حبيت اعمل لكم بروفه الاول بالشكل الحلو ده كده اهو. لو ورقه كبيره بتدوها شويه، ورقة صغيرة بتدوها المقاس بتاعها، يعني ما تزودوش قوي، تبقى حاجة وسط، الوسط دايما حلو بالشكل الجميل ده كده. ادي طريقة المحشي، بتعملوا ايدكوا كده اهو كده، بس اهم حاجة بتكبسوا الورق شوية بالشكل الجميل اهو، واهو صباع المحشي بيطلع، اهم حاجة يطلع ناشف كده 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 اهو بالشكل الحلو ده كده. هعمل اللي بعديه شرحه اهو اهو كده، وادي ايدك على طول او ايد حضرتك على طول كده، هيطلع الصباع متماسك الكبير والصغير. هعمل كل الكمية اللي عندي بنفس الفكرة، هكمل بيها على طول، ايد شمال في يمين واطلع على طول. الموضوع مش صعب خالص طبعا، الستات الحلوة اللي في البيت اللي دايما تعمل الحاجة دي مش محتاجة الشرح، بس في ناس كتيرة تبقى عاوزة تعرف ازاي بنعمل المحشي، بنقفله من غير ما يتفتح مننا، شايفين الصباع يطلع ماسك نفسه اهو كده بالشكل ده. هتعملوا كل الكمية اللي عندكم، شايفين ناشف مش الصباع مرهرط ولا حاجة اهو بالشكل الحلو ده كده. هنكمل الكمية كلها اللي عندنا ده كده. وصلنا لورق العنب بتاعنا الجميل اللي هو الاتنين بطرمان اللي احنا جبناهم اللي هم 450 جرام، يعني مقدار كيلو تقريبا. لفيناه بالشكل الحلو ده، ووريكوا ازاي المقادير بتاعته، شايفين عامل ازاي اهو، حاجة حلوة خالص. بص اهو تخبطوه زي الحديد، المهم دايما وانت بتلفه تخلي ايدكوا دايما ايه ماسكه على الصباع جامد عشان ما يخشلوش ميه ويتفتح مننا بالشكل الجميل ده. الكيلو كامل مع كيلو الرز مع الخضره اللي احنا عملناها، عمل الكميه الحلوه دي كده. دلوقتي هنخش على المرحله ان احنا ازاي نرصهم في الحل، بس قبل دي ده في مرحله قبليها، لو انت هترص على كده على طول يبقى كانكم مش هتشوفوا ده، هتعملوه من غير، بس انا الاول لازم اوريكم ده ازاي هنعمله قبل ما نحطه مع المحشي بتاعنا. يلا بينا. دي كده اللحمه بتاعتنا، انا جبت بصلايه كبيره وقطعتها تخين زي ما انتوا شايفين كده اهو، كله تخين اهو، وعندي 3 فصاص توم صحيين، مش هعمل فيهم غير ان هم يكونوا صحيين كده اهو، بس ياخدوا الريحه من غير زيت ولا اي حاجه. لو اللحمه فيها شويه شحم، انا محتاج خدت الضلوع بتاعت الخروف اهي، هيبقى فيها شويه شحم، فكده كده مش هحط اي زيوت هنا بالشكل ده كده، بس انا غسلها الاول طبعا ومقطعها بالشكل الحلو ده كده شبه الريش اللي هي الضلوع نفسها، او اي نوع لحمه انت عاوزينه. لو ما فيهوش اي دهون حطوا شويه زيت او سمنه او اي حاجه عشان ايه تشوح معاكم على بسيط كده بالشكل الجميل ده كده اهو. ده مقدار كيلو، اللي عاوز يبقى اقل من كده ماشي، اكتر من كده ماشي اهو، في حته كمان دهنه لوحديها ايه نازله كده، وهنسيبه كده دقيقه وبعدين نقلبه ياخد بس الريحه بتاعت البصل 3 4 دقايق مش اكتر ولا اقل. عندي المرحله الثانيه، عندي هنا كوبايتين ميه كبار، احط عليهم نص معلقه كاري اهي، انا كده كده مش هحتاج شرب، بس هدي اللي هو الطعم بتاع الميه اللي هينزل على ورق العنب نفسه. وعندي هنا نص معلقه كمون بالشكل ده، اللي هعملها من غير لحمه بيحط اللي هو اي شوربه بتاعت فراخ بتاعت لحمه زي ما هو عاوز، مفيش اي مشكله، انا هعملها بلحمه يبقى مش محتاج ان هو يحط شوربه. وادي هي معلقه الا ربع تقريبا اللي هي بتاعت الملح الصغيره اهي، بس كده. اللي هيستخدم الشرب طبعا مش هيحط اللحوم، يبقى كده كده هيحط شوربه على طول من غير كاري من غير اي حاجه، وينزل بيها على طول، او مكعبين مرقه
المرقه بتاعت اللي بتتحط بالخضار او اللحمه اللي هي الماجي، يبقى حلو خالص بالشكل الجميل ده كده. موضوع الشوربه احنا منتهين منه، نخش على موضوع اللحمه. دقيقه اهي، ونديها تشويحه حلوه كده 3 4 دقايق بس ياخد الريحه. شايفين فص الثوم بيتلسع معانا عشان يدي ريحه، واللي حابب ياكله بعد كده هياكله، اللي مش حابب هياخد بس ريحه في المحشي مع البصل، هياخد بس لسعه حلوه زي كده 3 4 دقايق بس تشويحه حلوه كده. ده كده خدوا 5 دقايق، شايفين عاملين ازاي اهو، فوق وتحت وكله لون واحد بالشكل الحلو ده كده اهو. كده احنا تمام بالشكل الجميل ده كده، اتلسع كله ببعضيه كده. هنبتدي بقى نظبط حلتنا الجميله. ده كده اللحمه الجميله بتاعتنا اهي. هنبدا بقى نرص الفن بتاعنا الجميل الحلو ده كده بالشكل الحلو ده اهو. دي لحمه بالبصل بالثوم اهو، هرصهم كلهم في الارضيه من تحت كده. ويا ريت لما تيجي ترصهم تبقى كل الشكل يعني كله مساوي لبعضه، ما يبقاش في جنب عالي قوي فيهم، على قد ما تقدروا اهو كده. اللي حابب يعملها باي نوع لحمه تاني حلو خالص، بس انا بصراحه بالطريقه دي يعني بتبقى ريحتها جميله جدا في المحشي، وبتدي ريحه حلوه خالص. واللحمه دي بتدوقوها بعد ما بتسوي الورق العنب بتدي له طعم جميل جدا. واللي حابب يعملها باللحمه المفرومه طبعا هيعصقها الاول مع البصله مع الحاجه الاولانيه، ولو مش حابب يعملها بالطريقه دي، بس خلطه المحشي دي ممتازه اهو كده. معلش انا بستخدم ايدي مش الجوانتي اهو بالشكل الحلو ده كده. هنبتدي بقى ايه، نرص المحشي بتاعنا الجميل اهو كده. هناخد بقى ايه اللي هو لو في صوابع تخينه الاول، دي هتبقى في النص دايما، والصوابع اللي هي الرقيقه هنبدا بيها كده بالشكل الحلو ده كده اهو. رصه واحده سحبه واحده، ونكمل كل الحله بتاعتنا. ما تحاولوش تزنقوا الصباع على الاخر كده، يعني لازم يبقى فيه شويه شويه، مش على الاخر ولا جامد، عشان يتنفس ما يبقاش كله محمل على بعضيه. بالشكل الجميل ده هنخليه كله شكل دائري بالشكل ده كده. هكمل معاكم كل الشغل بتاعي اهو. كده احنا حطينا حلتنا كلها بالشكل الجميل ده كده اهو، حلوين خالص، مش هضغط عليه جامد، حاجه بسيطه كده. وثانيا سايب فراغات لو انتوا خدت بالكم، عشان الرز ده لما ينفخ يتنفس معاكم كويس تبقى حاجه كويسه. انا جبت طماطميه حمراء حلوه جامده زي كده، مش جامده يعني، حاجه كويسه يعني، وتكون في نفس الوقت مرمله. لو عرفت تجيبوا حاجه زي كده يبقى احسن. بفرمها على ايدي اللي هي المبشره العاديه بتاعت الايد اهو، بعمل كده بالشكل الجميل ده كده كده. كل ده طبعا بيشرب مع بعضيه وبينزل لتحت، الشوربه بتنزل لتحت معانا، والطماطم برضو دي بتاخد معانا كله شكل جميل جدا بالشكل الحلو ده كده. عندي كام ليمونايه زي كده اهو، وعندي هنا الشوربه اللي احنا حضرناها بالشكل الحلو ده كده اهو. دي مقدار كوبايتين كبار بتوع اللي زي اللي بنشرب بيهم الشاي كده، ميه او الشوربه اللي احنا جهزناها كده، نسقيه كله. حتى الصلصة نفسها بتنزل معانا لتحت كمان اهي، بس بتطلع ريحة حلوة خالص اللي هي الطماطمية المبشورة بالشكل الجميل ده كده اهو. كوبايتين بالظبط اهو، شايفين كده حلو خالص. اللي حابب اول ما هضغط عليه بالطبق اللي تحت، المية بتاعته بتبقى شايفين اهو، او عشان في طبق كمان انا هحط عليه بالشكل الحلو ده كده. اي حاجة تقيلة بتدوس عليها كده، بتجيبوا اي حاجة تانية كمثل يعني، اي حاجة تقيلة بتحطوها عليه هنا بينزل معاكوا كده. انا مش بزود شوربة كتير عشان هو نفسه يعني بيطلع شوية مية عشان يستوي معاكوا شوية ما يبقاش معجن. يعني شايفين ميته اهي، ميته اهي بالشكل الجميل ده كده.
هتبقى حلوه خالص. بس هنتقله بحاجه هنا، وبعدين هنحط الغطا بتاعنا عليه وهنسيبه على النار. اول ما تحس ان هو غلي هوريكم ازاي هنوصل بيه دلوقتي بالشكل الجميل ده كده اهي. شايفين النسبه اللي انا حطيتها؟ حطيت عليها طبق عادي جدا اهو، والميه بتاعته اهي. بنحط حاجه زي كده، اي حاجه تيجي عندكم يعني، هي مش تقل الجامد اوي بس عشان ورق العنب ما ينفخش مننا، تلاقي الصباع كله اتنفخ على الفاضي. لا كده يبقى ماسك نفسه في نفس الوقت، ايه تبقى الامور ماشيه كويس. الميه ابتدت تغلي اهي، اول ما الميه بشوفها بتغلي جنبيه كده بالشكل الجميل اللي انت هتشوفوه دلوقتي ده كده، غلي بالشكل الجميل بتاعنا كده. اهم حاجه يغلي الاول، وبعدين نوطي نارنا على الاخر عشان يطلع الشغل حلو خالص اهو. ونغطي غطاءنا بتاعنا الجميل زي كده، ونرجع نشوفه بعد 30 دقيقه. ولو النار عندكم مش جامده قوي يعني، حاسين ان العين صغيره من تحت مش واسعه كبيره، ممكن تخلوه 35 دقيقه ونرجع نبص عليه بالشكل الجميل ده. هتشوفوه كده المحشي بتاعنا الجميل استوى بالشكل الحلو ده كده، شايفين ابتدى ينشف كله اهو، ما فيهوش ميته. انا بحط الحاجه دي كده عشان ما يتنفخش مني الفوس بقى المحشي بالشكل الحلو ده كده اهو، حاجه حلوه خالص. هسيبه بس يبرد لمده 5 6 دقايق عشان ايه ابتدي افضيه. لو انتوا شايفين في نقطه ميه ولا حاجه بتبقى لي كده خفيف، ده بيريح. اول ما بنخلي الحله تريح 5 دقايق قبل ما نفضيها عشان ما يتهريش مننا واحنا بنفضيه، ونرجع نفضيه مع حضراتكم ده بالشكل الجميل كده. انا سبته 5 دقايق ولسه طبعا سخن كتير، بس سيبناه 5 دقايق بس يريح شويه. وهنحط حاجه زي كده، هنقلبه بالشكل الجميل ده كده اهو كده اهي. حلتنا الحلوه الجميله كده عشان هو لسه سخن طبعا، نخليه كده معاكم معلش. انا ماشي واحده واحده عشان هي كميه كبيره، انا اسف. هو كده كده البنك عندي نضيف، شايفين عامل ازاي بالشكل الحلو ده كده. معلش هي كميه كبيره شويه عندي، شايفين اللحمه عامله ازاي اهي، حاجه حلوه خالص. انا بتاسف كمان مره، معلش انا كنت حابب اطلعه لكم حاجه واحده سحبه واحده، بس هي عشان الكميه كبيره عندي طلع بالشكل ده كده. انا دايما البنك بتاعي نظيف وحلو وجميل اهو كده، شايفين اللحمه بتاعته عامله ازاي، مستويه اخر قطعه فيه، متحمر شكله حلو خالص، ريحته جميله. شايفين الصباع ماسك نفسه ازاي بالشكل الحلو ده كده اهو، حاجه جميله جدا. ممكن بقى نقدمه في سيرفيز نبينه احلى من كده كمان. ودي هنا السيرفيس بتاعنا الجميل، شايفينه عامل ازاي المحشي، الصباع يعني زي ما الكتاب بيقول ماسك نفسه كله لاخر درجه. وادي لحمتنا الجميله اهي بالشكل الحلو ده كده، حاجه حلوه خالص، جميل جدا. شايفين اللحمه اهي مستويه لاخر قطعه فيه بالشكل الحلو ده كده. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. طبعا عصره الليمون الجميله بتاعته من فوق كده بتدي ريحه حلوه خالص، هو لسه سخن، تقدموه لاصحابكم وحبايبكم بالهنا والشفا. ده سيرفيس جميل بمقادير حلوه، يعني خلطه جميله قوي للمحشي. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ده قرن فلفل حراق اللي حابب ياكل اهو كده، نقول لكم بالهنا والشفا. نشوفكم في فيديو جديد حبايبي الحلوين اللي متابعينا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك. نقول لكم سلام.